والي ولاية تقانت تحدث في تصريح لقناة الموريتانية عن أهم أهداف ونتائج الاجتماع. احنا اليوم كنا في إطار اجتماع مع كافة رؤساء المصالح الشعبية وكذلك المنتخبين. طبعا الهدف من الاجتماع هو الاتصال بينهم، خاصة بعد اللقاء اللي خاص به فخامة رئيس الجمهورية السيد رمانة العامون، وذيك التعليمات المتعلقة بضرورة احترام المال العام والتسيير الموارد البشرية والموارد المالية بصفة شفافة. أيضا طرقنا القدر من المواضيع، منها المتابعة الفورية والدائمة للمشاريع التنموية المهمة اللي مقام بها على مستوى الولاية واللي تتطلب جهود الجميع. كان الاجتماع فرصة أيضا لنقاش قدر من القضايا الأخرى، منها الزراعة أعطاها أهمية خاصة، ومتابعة أيضا الحملة الزراعية سواء المطرية سواء اللي خلف السدود المرحلة سواء زراعة الخضروات. أيضا لافتتاح السنة الدراسية طرقنا أيضا للجوانب الصحية المختلفة خاصة بعد سقطة المطرية وما ينجم دائما عنها من بعض الأمراض اللي تصاحب الفترة.